تحديث ما بين شيكابالا محمود عبد الرازق. شيكابالا احد اللاعبين البارزين، ادي امامنا هنا ادي شيكابالا مع سيد معوض. تصرف مرفوض من شيكا وردة فعل طبيعية من اللعب سيد معوض، لكن في احداث قبلها عشان برضو البعض يقول لك هنا لكن في احداث، وهو ده المطلوب امامنا اهو. ادي شيكابالا راح لسيد معوض وعبد الله السعيد، وعلى طول استدعاء من حكم اللقاء للاعبين. امامنا شيكابالا وسيد معوض، ممكن يعني حدث بعض الامور وحكم اللقاء اليوم نيانت استدعي الاثنين، ممكن يدي انذار لشيكا ويدي انذار لسيد معوض، لكن حكم اللقاء يعلم حساسيه اللقاء، يعرف ظروف والاجواء الموجوده، وعشان كده الهدوء يعود بعد يعني